هذا مستمع من ليبيا الأخ عبد الرحيم منصور يقول: كانت في حوزتي 1000 دينار ومضى عليها سنتان ولم أزكي عنها، وليس ذلك قصدا ولكنه نسيان مني، وأنا أعرف مقدار زكاتها 25 دينارا، ثم صرفت منها 1000 دينار وبقي 1000 آخر ودخلت عليه سنة ثالثة، فهل أزكي عنها جميعا مرة واحدة أو أزكي على 1000 الذي بقي معي وقد دخلت عليه السنة الثالثة؟ وهل أزكي لسنة واحدة هي الحالية أو حتى عن السنتين الماضيتين؟ أريد توضيحا على هذا السؤال مفصلا أدامكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فإن النقود تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول بأن يخرج منها ربع العشر، أي 25 في 1000 عن كل سنة مرت عليها ولم يزكيها، فيزكيها للعام الأول ثم يزكيها للعام الذي بعده بعد أن يخصم منها زكاة العام الأول، ثم يزكيها للعام الثالث بعد أن يخصم منها الزكاة التي أخرجها عن العامين الماضيين. ولا بد من هذا لأن الزكاة تبقى دينا في ذمته إلى أن يخرجها ولو طالت المدة، فلا بد من إخراجها عما مضى. وإذا كان لم يبقى عنده في النهاية إلا 1000 كما في ظاهر السؤال، فإنه يزكي هذا 1000 عن العام الذي يمر عليه وهو في ملكه. نعم.